أعمال شغب بعد نهاية درب الرجاء والوداد تخلف إصابات خطيرة وخسائر فادحة. السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم. عرفت نهاية درب الوداد والرجاء في إياب الدورة 16 من كأس العرب للأندية الأبطال دورة محمد السادس أعمال شغب وعنف بين جماهير الفريقين داخل رقعة الملعب وخارجها. شرارة أعمال الشغب انطلقت مع إعلان الحكم نهاية المباراة، حيث اقتحم جمهور الفريقين رقعة الميدان واشتبك فيما بينهما قبل أن يتمكن الأمن الذي كان متواجدا بكثافة من السيطرة على الموقف واحتواء الوضع واعتقال عدد من الضالعين في هذه الأعمال، والتي خلفت إصابات متفاوتة الخطورة في صفوف الجمهورين وبعض عناصر الأمن. أعمال الشغب امتدت إلى خارج رقعة الميدان، حيث عمد العشرات من عناصر الجمهور الذي تابع المباراة إلى تخريب ممتلكات خاصة وسيارات ودراجات نارية ورشق مواطنين بالحجارة وسلبهم ممتلكاتهم، حسب شهادات متفرقة أدلى بها عدد من الضحايا عبر فيديوهات. أعمال الشغب المشار إليها أفسدت العرس الرياضي الذي شهدته العاصمة الاقتصادية، والذي لقي إشادة واسعة من الجميع. شكرا لكم على المشاهدة، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. دمتم بخير وإلى اللقاء إن شاء الله.